وسام نشين هيبقى معانا. He's a clinical application consultant who knows East of Africa. هيكلمنا النهاردة عن Sing Vision. It's a very interesting idea and to be applied hopefully in our cath lab soon, إن شاء الله. تفضل دكتور وسام. ازاي حضراتكم؟ الأخبار؟ أحب بس أعرف نفسي الأول زي ما دكتور شريف عرفني كده. أنا كلينيكال أبليكيشن فيليبس فولكينو في نورث إيست أفريكا، وزي ما احنا عملنا كذا سيشن قبل كده عن الأيفاس وعن الأيف آر، ففي النهاردة النيو تكنولوجي اللي موجودة من فيليبس فولكينو هي الكورجستريشن. والكورجستريشن هو بكل بساطة زي ما احنا عارفين، هو عبارة عن هو بيعمل سينكرونايزيشن ما بين الانجيو والايفاس او الايف ار. فخلينا نبدأ على طول بالبرزنتيشن. السكرين واضحة؟ واضحة يا باشمهندس. تمام. هي فكرة الكورجستريشن، هو بيبقى جواها 3 فيتشر. اول فيتشر هو في فيتشر تبع الانجيو، ودي هنشوفها دلوقتي، وفي الاي اف ار كورجستريشن، وفي الايفاس كورجستريشن. فكره السيستم بتاع الفينج فيجن اصلا ان هو بياخد السيجنال بتاعه الكاسلاب اللي هو الانجيو، وبياخد السيجنال اللي جايه من الكور انتجريتد اللي هي الخاصه بالايفاس او الاي اف ار، وبيبدا يعمل سينكرونايز بتوين الايفاس والاي اف ار والانجيو كلهم ان وان سيستم اللي هو السينج فيجن. زي ما احنا شايفين دلوقتي ايه هي الفيتشر اللي بتقدمها السينج فيجن. اول حاجه زي ما احنا شايفين هي الاي اف ار كورجستريشن، الايفاس كورجستريشن، الانجيو اند انهانسمنت انجيوغرافي. طيب انا يهمني قوي اعرف ايه اللي انا هستفاده من من السينج فيجن. اول حاجه هنبدا بيها هو الانجيو وايه الفيتشر اللي جوه الانجيو. اول حاجه زي ما احنا شايفين هو جاست ان هو بينقل الصوره بتاعه الانجيو. ايه اللي بياد اون مع السينج فيجن؟ اول حاجه ان انا اقدر اعمل QCA، ودي طبعا بقت حاجة قديمة دلوقتي وموجودة في كل الكاس لاب، لكن الحاجة المهمة دلوقتي ان هو بيبدأ اعمل حاجة اسمها device detection، او once ان هو يبقى في اي two marker للستنت او البالون ببدأ اشوف كأني بشوف live deployment او live للdevice ده بالظبط. زي ما احنا شايفين ده فيديو، سوري، ده فيديو سريع ان ده صورة الاكس راي، ده طبعا اللي هي الصورة اللي على الشمال او الفيديو اللي على الشمال، وطبعا البالونة جوه الار سي اي. تمام، ودي صورة السينج فيجن. ببدأ اشوف بالظبط انا البوزيشن بتاع البالون او البوزيشن بتاع الستنت كانه معمول له زومينج. الصورتين دولت وانس ان انا بدخل ببالون او بدخل بستنت بيبدا يعمل ديتكشن للتو ماركر للستنت او البالون، ويبدا يعمل زومينج على الديفايس اللي دخل. الكلام ده عن طريق ان يبقى فيه زي زرار اسمه ديفايس ديتكشن. زي ما احنا شايفين الديفايس ديتكشن ده جاست ان انا بعمل له اكتيفيت، هو يبدا اوتوماتيك بيديتكت اي ديفايس بتو تو ماركر. تمام، دي طبعا بتبقى الصوره انا ببدا اشوفها كده ان هو كانه بيعمل فوكس على البالون او بيبقى عامل فوكس على الستنت. ببدا اقدر احدد كاني عامل زومينج وزاويه الانجيو، بقى كاني مش باصص على صور السكرين بتاعت الانجيو، ممكن ابص بس على السكرين بتاعت السينج فيجن وابدا احدد هل انا فعلا اوفرلابد صح. وزاويه ان انا ممكن اعمل كذا فيو، يعني انا بخلي بسهل على الدكتور ان انا بدل ما اعمل كذا فيو
للانجيو، لا انا جاست ان انا دخلت بس الستنت او البالون، جاست ان انا هقدر اشوف التو دوت ويبدا يعمل لي هو فوكس على الديفايس اللي دخل. ده طبعا الفيتشر المهمه جدا في الانجيو اللي موجود في السينج فيجن، زي ما حضرتك شايفين ان انا ببدا اشوف انا فين البوزيشن بتاع الستنت، وابدا اشوف الانفليشن كمان بتاع البالون او بتاع الستنت. دي مهمه قوي ان انا عشان احدد. ولو احنا شايفين في الصوره اللي على اليمين هو بيبدا يعمل دوت اصفر، دوت اصفر دي عشان الستنت ما بتبقاش ثابته في مكانها، هي طبعا بتتحرك مع كل هارت بيت، فبيبدا يدي استيميشن للدكتور هي بتعلى او تقل، يعني تبدا تعلى او تنزل في مسافه قد ايه. فبالتالي الدكتور بيبقى عارف بالظبط انا البالون فين او الستنت فين اللي هبدا اعمل فيها انفليشن او ديبلويمنت. ده فيديو للكونسبت اللي انا كنت بقوله لحضراتكم دلوقتي اللي هو الديفايس ديتكشن. هو جاست ان انا وانس ان هي هتخش البالون او الستنت، وحضرتك طبعا بتحقن، ببدا انا اشوفها بالظبط هي فين البوزيشن بتاعها، وابدا احدد على اساسه الديبلويمنت او الانفليشن بتاعها. وزي ما احنا شايفين ببدا اشوف كمان الموشن بتاع الديفايس ده هيبدا يتحرك ازاي، ان هو ما بيبقاش ثابت في الارتري. ده فيديو تاني للتو سكرين، السكرين بتاعت الانجيو او السكرين بتاعت الكاس لاب، وهنا السكرين بتاعت السينج فيجن. وانس ان انا زي ما دخلت، زي ما احنا قلت كده ان انا دخلت بالبالون، ببدا اعمل اكتيفيشن للبوتون نفسها، وابدا اشوفها بطريقه اوضح، وابدا اشوفها زي ما احنا شايفين هل انا جوه الستنت، او انا ببدا احدد البوزيشن بالظبط انت حضرتك عايز تحط فين البالون او الستنت اللي حضرتك عايز تعملها انفليشن او ديبلويمنت. فهي فكرتها بكل بساطه اللي هو الانجيو بلس ده، ان هو هيفرق معايا مينلي، بيفرق معايا في الديفايس ديتكشن عشان الكيو سي اي هو اصلا مش مور اكوريت، والكيو سي اي ده موجود في اي كاس لاب. وطبعا الفيسل انهانسمنت هو جاست فكره الفيسل انهانسمنت ان هو بيعمل زومنج للجزء اللي حضرتك عايز تشوفه. تاني فيتشر موجوده في السينج فيجن هي الاي اف ار كوريجستريشن. احنا كان زمان الاي اف ار بالنسبه لنا جاست ان احنا بنقيس بريشر جريدينت لما يكون البريشر سنسور ديستال الليجن. كانت دايما بتقابل مشكله ان هي لو دلوقتي لو هي ديفيوزد مش فوكال ليجن، كان ايه اللي بيحصل؟ ما بنبقاش عارفين بالظبط احنا هنبدا نحط الستنت من فين لفين، هل هنغطيها ميتال جاكيت ولا لا، هنحط لونج ستنت، كل الكلام ده احنا ما بنبقاش عارفين. دلوقتي عن طريق الكورجستريشن او الاي اف ار كورجستريشن، كل الفكره ان انا بقدر احدد اللينس اللي انا محتاجه للستنت ده طبعا، وزاويه بول باك، وده كان زمان ما كانش موجود، ان انا كان اي لينس كنت لازم احدده عن طريق البول باك. تاني حاجه ببدا احدد ايه الاستراتيجي اللي همشي بيها بحيث ان انا احط وان ستنت ولا تو ستنت ولا ميتال جاكيت، وعلى اساسه اي استيميشن انا بعمله بيطلع لي استيميشن للاي اف ار. فخلينا نشوف اكزامبل سريع كده. انا ده دلوقتي ده البروسيدور بتبقى ماشيه ازاي. انا اول حاجه بعملها ان انا ببدا اشتغل عادي اي اف ار عادي جدا، ببدا اعمل نورمالايز زي الاي اف ار البروسيدور بتاعتها العاديه، ببدا اعمل نورمالايز طبعا في الاورطه. النورمالايز في الاورطه طبعا بيبقى لازم بدي فلاش، ببقى بطلع الانتروديوسر بره الشيس. وانس ان انا عملت النورمالايز ببدا اخش ديستال الليجن او ديستال سكسيسيف ليجن او ديستال الديفيوزد ليجن اللي انا شغال فيه، وببدا اعمل بول باك. البول باك ببدا اعمل بول باك ده مع فلورو، ببدا اعمل بول باك لغايه ما السنسور يبدا يروح لحد الجايدنج
او يدخل جوه الجايدنج. وانس ان انا بعمل ستوب بطلب من الدكتور ان هو بيعمل ياخد صوره سيني عشان يبدا يعمل دروب للنقط. زي ما احنا شايفين هتبدا دلوقتي يعمل كورجستريشن، بيبدا يقول لي السيجنيفيكانت ديورينج الارتري كله. زي ما احنا شايفين، انا هوقف بس الفيديو. زي ما احنا شايفين الدوت دي بتعبر عن السيجنيفيكانت اوف ليجن، يعني الارتري ده كله ده ديفيوزد. لو انا هبدا اشوف الاي اف ار ديستال هو كام، فهو بيقول لي ان الاي اف ار ديستال 68. معنى كده ان هو عشان يوصل للواحد او اللي هو الريفرنس بتاعنا ان هو واحد، فيبقى مفروض يبقى انا قدامي على الصورة اللي قدامنا دي مفروض يبقى فيه 32 دوت، لان ان كل دوت تمثل دوت سوري بوينت 01، يبقى كل دوت تمثل بوينت 01. فانا ببدأ اشوف فين المور سيجنيفيكانت. المور سيجنيفيكانت ده يعني فين الدوت موجودة فين، عشان ابدأ احدد هل هقدر احط الستنت فين بالظبط. فاحنا هنكمل. احنا بدأنا عملنا البول باك، طلعت لي الدوت بالشكل ده، ده ديفيوزد ديزيز. طبعا الطبيعي ان شيء طبيعي احط تو اوفرلاب ستنت في الليجن في الارتري هنا. لكن انا دلوقتي هعدي بس الجزء ده. انا بكل بساطه، ده عشان انا بحدد الباس واي، بكل بساطه هبدا احدد فين بالظبط اقدر احط الستنت. فببدا اعمل دراج، كان الدراج ده هو الستنت. وانس انا هوقف بس هنا ثانيه واحده. وانس ان انا عملت دراج زي ما حضراتكم شايفين هنا، هو بيقول ان هي 25 ملي، يعني كاني بحط ستنت 25 ملي زي ما انا شايف بالظبط كده في الانجيو وعلى الدوت. هبدا اشوف الاي اف ار استيميتد هيطلع كام. انا فكره الاي اف ار كورجستريشن ان انا كاني بعمل بلاننج وبشوف انا هحط ستنت مقاسها كام، سوري اللينس بتاعها كام، وهيخلي الفيسيولوجيكال بتاع الارتري كام. فانا هو اصلا الاي اف ار ديستال 68، فهو دلوقتي لو انا عملت الستنت 25 ملي بيبدا يقول لي الاي اف ار استيميتد بتاعها 86، which ان ده طبعا significant عشان الكات بوينت بتاع الاي اف ار هو 89. فببدا اعمل زي ما انا شايف، هبدا اعمل دراج للبوينت الثانيه اللي انا شايفها اللي هي فيها مور significant. فبالتالي انا كاني عملت تو ستنت او تو فوكال ستنت وزودت اوفرلاب، وعملت ستنت 25 ملي وستنت 12 ملي. انا دلوقتي بعمل البلاننج ده وببدا اشوف الاي اف ار استيميشن بتاعتها كام، فبيطلع 95. ببدا اقول للدكتور احنا كده هنحط تو فوكال ستنت بدل ما احط لونج ستنت. وطبعا ما اعتقدش ان في لونج ستنت تغطي كل الارتري ده، او اعمل تو اوفرلاب. هي فكره الاي اف ار كورجستريشن ان انا ببدا اقلل الميتال اللي موجود في الارتري، بحاول اقلل ان ما يبقاش فيه ميتال جاكيت، او احاول اقلل ان ما يبقاش فيه اوفرلاب ستنت كتير. دي بكل بساطه فكره الاي اف ار. زي هنا ده مثلا مثال، ده صورة أنجيو، فببدأ أشوف أنا عايز أعمل له آي اف ار كورجستريشن. الآي اف ار ديستال هو طلع 68، فأنا ببدأ أعمل زي ما احنا قلنا، بنبدأ نعمل البول باك. هي ستيبس عادية جدا إن أنا بعمل النورماليز زي ما قلنا، وبعد كده ببدأ أعمل البول باك. ببدأ أعمل بول باك لحد ما بوصل للجايدنج. Once ان انا اوصل للجايدنج هيبدا هو اوتوماتيك بيعمل لي الدوت بتاعه الارتري. فهنا حدد لي مثلا ان الدوت بتاعه الارتري كل السيجنيفيكانت ليجن هي موجوده بروكسيمال.
فبكل بساطة زي ما احنا قلنا هي كل دوت تمثل 0.01. فبالتالي انا ببدأ اشوف هاخد ستنت اللينس بتاعها كام عشان اوصل للنون سيجنيفيكانت كات بوينت بتاعتي اللي هي 89. في طبعا اوبشن تاني اللي هو الايفس كورجستريشن. في سؤال لحد بس الاي اف ار كورجستريشن هنا؟ الو دكتور؟ الو ميرسي يا وسام خالص. معلش عندي سؤال. طيب اتفضل. في حاله اللفت نيم، لو انت كان تمام. دلوقتي كان قبل كده انت بتحتاج تاخد في ال LED وال LCX، كان لو انت تمام. عندك لفت نيم significant disease، هل ممكن بس تمام. بال IFR pull back ده هيبقى كفايه، ولا محتاج معاه IVUS، ولا لازم تعمل برضه في ال LCX؟ طيب انا هقول لحضرتك، هرد على حضرتك في حته الليفت مين بالظبط. احنا بالنسبه لنا في الليفت مين احنا هو مانداتوري ان انا طبعا بشتغل ايفاس، عشان دي هي دي الاستادي الوحيده اللي بتحدد الكات بوينت بتاعت السيجنيفيكانت في الليفت مين، اللي هي الليترو ستادي، وبتقول ان هي لازم تبقى اقل من 6 ملي متر سكوير، المينيمال هيومن اريا اقل من 6. لكن هم دلوقتي بيعملوا ستادي تانية عشان الديستال ليفت مين، عشان الديستال ليفت مين هو الحاجه الوحيده اللي لسه اللي فيها داوت. بيقيسوها ازاي؟ هم لسه بيعملوا الاستادي، بس هم بداوا يعملوا ان هم بيقيسوا الاي اف ار في ال اي دي، ينزلوا ديستال في ال اي دي وينزلوا ديستال في ال سي اكس، ويبداوا يشوفوا اقل رقم للاي اف ار. الاي اف ار كورجستريشن سهل على حضرتك كتير ان انا اقدر اشوف السيجنيفيكانت باي دوت، يعني اقدر اشوف السيجنيفيكانت في كام دوت عند الديستال ليفت مين، بس ما اقدرش احدد هو شور 100% سيجنيفيكانت ولا لا الا عن طريق الايفس. فبالتالي لازم ابدا اخش بايفس عشان اشوف السيجنيفيكانت بتاع الديستال ليفت مين بالاخص، حتى لو انا عندي الدوت بتاعت الايفس. بس ايه اللي يخليني ان انا اقول ان انا ممكن اخش ستنت ديستال ليفت مين على طول؟ لو لقيت الدوتس موجوده في الاوستيال ال اي دي او اوستيال ال سي اكس واكستندد الدوت دي لحد الديستال ليفت مين، فمعنى كده ان هو بيقول لي الاي اف ار كورجستريشن ان هنا في سيجنيفيكانت ليجن، مش شرط ان هي تكون هي السيجنيفيكانت اللي مأثره، بس احنا نقدر نشوفها عن طريق اللينس بتاع الستنت، ونقدر نشوف هل لو انا ركبنا ستنت اللينس بتاعها وات ايفر اللي هيقيسه السيستم، لو هو السيستم طلع ان اللينس ده هيطلع نون سيجنيفيكانت، يبقى انا كده حليت المشكله ان الايفس حتى لو طلع الليفت مين نون سيجنيفيكانت بس هو اكستندد بلاك مع الاوستيال ال اي دي او الاوستيال ال اكس، فانت حضرتك مانداتوري ان انت حضرتك لازم هتغطي الليفت مين عشان ما فيش لاندنج زون حضرتك هتقدر تقف فيها. طيب سؤال تاني، هل هيساعدني؟ دي حاجه دايما دايلما احنا بنقع فيها. انا حطيت مش عارف احط ليفت مين ال اي دي الاول ولا ليفت مين ال سي اكس، ولا هعمل بروفيشنال ليفت مين ال اي دي وده كفايه، عندي ديستال ليفت مين extending اكتر ناحيه تو اوستيا واما ال اي دي وال سي اكس، واحد منهم اكتر من الثاني، هل بالظبط. هيديني ايديا لو انا حطيت لفت من ال اي دي ال سي اكس ده الاي اف ار بتاعه بعد كده هيبقى عامل ازاي، او طبعا. هيبقى افكتد طبعا. ولا لا؟ يعني طبعا. ممكن يقول لي انت اعمل بروفيشنال بس ما تحتاجش، خلاص ال سي اكس بتاعك ده هيفضل كويس من ما قبل هو ما اعمل بالظبط. ستنت؟ صح. هو هي فكرتها ان قبل ما حضرتك تعمل ستنت جاست ان حضرتك تعمل تو لوب، اول ران ال اي دي ليفت مين، وحضرتك هتعمل ران ال سي اكس ليفت مين، وهتبدا حضرتك تشوف الدوت موجوده
فين اكتر. الدوت وجود الدوت ده بيعبر عن السيجنيفيكانت. فانا لو لقيت الدوت اكتر في ال LED عن ال LCX او الاوسيال ال LED عن الاوسيال ال LCX، معنى كده ان انا هبدا اعمل ال LED ليفت مين وممكن ما اعملش ال LCX لو لقيت ان الدوت مثلا 2 او 3 دوت. لكن لو لقيت ان في مثلا ميني دوتس في ال LED او ميني دوتس في ال LCX، ده يخليني ده indicated ان حضرتك هتخش تعمل bifurcation stent. ايه ميرسي خالص، كده بقت واضحة قوي. تمام، انا هكمل بس الجزء. هو ظهر البرزنتيشن ظهر. I'm a score registration واضحة بس. تمام، زي ما احنا قلنا هو السينج فيجن او الكولجستريشن، هو اول حاجه احنا قلنا اتكلمنا عليها هي الانجيو بلس، واهم حاجه في الانجيو بلس هو طبعا الديفايس ديتكشن او اللايف ستنت بوست، ده اسمها اللايف ستنت بوست. وتاني حاجه الاي اف ار كولجستريشن. طيب هل هو هيفرق معانا في الايفس؟ هو هيفرق معانا ان زي ما احنا كنا بنشتغل زمان، كنا بنيجي نشوف الايفس ونبدا ان عايزين نحدد اللاندنج زون اللي هقدر اقف عليها. دي كانت دايما مشكله عندي، ان انا جاست ان انا بعمل بول باك بس مش عارف فين اللاندنج زون اللي هقدر اقف عليها. فكان الدكتور دايما بيستيميت ان انا تقريبا هقف هنا، وما بنبقاش يعني شور ان ده هو ده اللاندنج زون بتاعتي او الهيلث بتاعتي. بلس كان في دايما مشكله تانية، ان انا ما بقدرش احسب اللينس بتاع الستنت. فانا دلوقتي هي سهلت عليا ان انا وانس ان انا عملت ايفاس كورجستريشن، ببدا احدد لاندنج زون بالظبط على الانجيو، ببدا احدد اللينس على الانجيو، ببقى عارف طبعا الدايمتر بتاع الستنت عن طريق الايفاس نفسه. فده ده فيديو بيوريني ازاي بعمل الايفاس كورجستريشن. انا طبعا اي كولج سوليوشن لازم بحدد الباس واي اللي انا ببدا امشي عليه. الباس واي ده هو الارتري بتاعي، ويفضل طبعا ان الارتري يبقى في فيو مفرود فانا ببدا اعمل بول باك. برضو البول باك بيبقى فلورو. وانس ان انا اخلص البول باك واخش وابقى جوه القسطره، ببدا اعمل ستوب وهو بيبدا يعمل لي الكورجستريشن ويطلع لي الصوره بالمنظر ده. زي ما احنا شايفين في كورزر اصفر على الانجيو. وانس ان حضرتك تبدا تحرك الكورزر ده على الانجيو، ببدا اشوف ان ذا سيم تايم الايفاس بتاعه. فبالتالي انا كده قدرت احدد اللاندنج زون بالظبط بتاعتي. هو انا هبدا اخد من فين هيلسي تو هيلسي، او اللاندنج زون بتاعتي بروكسيمال واللاندنج زون بتاعتي بروكسيمال بروكسيمال وديستال. تاني حاجه، وانس ان انا هبدا احرك الايفس، انا دلوقتي عايز احسب اللينس، فببدا اعمل احدد اللاندنج زون ديستال واعمل دراج بالكورزر ده لغايه ما اوصل لللاندنج زون بروكسيمال. وطبعا عينيا انا شايف طبعا الايفس، عشان شايف الايفس والانجيو. وانس ان انا وصلت للاندنج زون، فيبقى انا وصلت للدايمتر واللاندنج زون الصح اللي انا هقدر اقف عليها، وببقى عارف طبعا المورفولوجي اوف بلاك. لو انا هقدر، لو مفيش هيلثي 100% فانا هقف في بلاك، فهبدا اعرف كمان المورفولوجي اللي انا هقدر اقف فيها. طبعا بلس طبعا ان انا هقدر اشوف اللينس للستنت. في حاجة تانية، ودي هي مش موجودة غير في الكورجستريشن. انا هفترض ان انا دلوقتي ممكن سؤال تفضل. طيب هل بتفرق هاو في واحد بيسحب بسرعة بيعمل بول باكس بسرعة، في واحد بيعملها بالراحة؟ كان قبل كده دايما في اللي هو الاوتوماتيك بول باك اللي هو بيحسب 1 مللي 1 مليتر مثلا بير سكند.
هل تمام بتفرق معاك سرعة البول باك بتاعتك، ولا هو هيعرف على طول يحسب، يعرف المورفولوجي بتاع الفيسل وات ايفر هي يور سورة البول باك؟ تمام هي الفكره ان انا هي اهم حاجه وانا بعمل بول باك انا ما اعملهاش بسرعه عشان ما اعملش مثل المورفولوجي دايما للارتري. ان فكره اللي انا بعمل بول باك انا كدكتور او حضرتك كدكتور لازم تعمل البول باك يبقى بطيء شويه، ما يبقاش سريع قوي، عشان وانس ان أكيد حضرتك عملتها سريعه انا همس جزء من الارتري فمش هقدر اعمل فيها انتربريتيشن. هي دي بالضبط الفكره، لكن هو مش هيفرق معايا في اللينس، هو هيفرق معايا في المورفولوجي بتاع الايفاس نفسه. فهو وات ايفر حضرتك اشتغلت كورجستريشن او ايفاس، بس هو لازم حضرتك لما تيجي تعمل بول باك ما نعملهاش بسرعه، عشان السرعه دي هتخليني ان انا همس جزء من المورفولوجي، فده ممكن تحصل ان انا مثلا يكون في جزء ليجن، في جزء كالسيوم ما سحبت بسرعه فما شفتهاش، ممكن في يبقى في وات ايفر ايه اللي موجود. فيفضل دايما ان انا اسحب بالراحه، لكن ان انا اسحب بالراحه او اسحب بسرعه انا مش هيفرق معايا في اللينس بتاع الستنت، هيفرق معايا في الانتربريتيشن للايفس. بالظبط، لانه بيتحسب من الانجو، اللانس دلوقتي بقى بالظبط بيتحسب من الانجو بتاعه. بالظبط. بالظبط 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 تمام. اخر حاجه موجوده في السينج فيجن هي حاجه اسمها تراي ريجستريشن. تراي ريجستريشن دي هي فكرتها ايه؟ ان انا بستخدم الايفاس والايف ار في نفس البيشنت. طب ايه اللي يخلي ان انا اشتغل ايفاس وايف ار في نفس البيشنت؟ دايما لازم ارجع للرول او الانديكيشن بتاعت الايفاس والايف ار. ايه اللي يخليني اشتغل الاثنين مع بعض؟ دايما هي بتبقى الديفيوز ديزيز. دايما الديفيوز ديزيز الرول بتاع الاي اف ار زي ما احنا قلنا ان احنا بنحدد، زي ما احنا شفنا في الاي اف ار كوريجستريشن، ان احنا بنحدد تو فوكال ستنت. بدل ما بعمل اوفرلاب او بدل ما بعمل ميتال جاكيت بعمل تو فوكال ستنت، لكن وانا بعمل تو فوكال ستنت انا ما بقدرش احدد اللاندنج زون بتاعتي، فما بقاش شايف المورفولوجي بتاعت الارتري. انا جاست ان انا شايف دوت فباخد قبلها واخد بعدها وخلاص وبقف على كده، بس هل اللاندنج زون بتاعتي دي انا قادر اشوف هي فعلا هيلسي ولا لا؟ ما اقدرش اشوف المورفولوجي. فكره التراي ريجستريشن ان انا ببدا احط صوره الانجيو وهي عليها الدوت واعمل كوريجستريشن مع الايفس، زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الفيديو ده. انا عملت مثلا الاي اف ار، تمام؟ الاي اف ار بالنسبه لي زي ما احنا شايفين دلوقتي هو ديفيوز، فانا مش عارف بالظبط هركب ستنت من فين لفين، فانا ببدا اعمل الـ زي ما انا قلنا كده اللي هو الاي اف ار كورجستريشن، واحدد اللينس بتاع الستنت، وعلى حسب اللينس بتاع الستنت ده كل ده ديفيوز، فانا لازم ابدا اشوف الايفاس بتاعي. فببدا باخد اخر انجو اللي هو عليه الدوت بتاعه الاي اف ار، وببدا اعمله ان هو ده الباس واي بتاعي بتاع الايفاس. وانس ان انا اخلصه ببدا اخش بقسطره الايفاس عادي جدا على واير الاي اف ار عادي جدا، يعني مش هستخدم واير بي سي اي تاني، على واير الاي اف ار. وانس ان انا بعمل البول باك زي ما احنا شايفين كده، هو كل الفكره ان هو انا هرجعها بس كده تاني، كل الفكره ان انا ببدا اشوف سيجنيفيكانت للانجيو او للارتري سوري، وبشوف الايفاس بتاعها. وانس انا بس عايز اوري لحضراتكم حاجه، وانس ان انا عملت زي مثلا احنا مثلا حددنا هنا ان انا هاخد ستنت اللينس بتاعها 36.7، انا ببدا اشوف تحت بيقول لي الاي اف ار ديستال كام، وبشوف الاي اف ار استيميتد كمان كام. فيبقى انا بشوف الاي اف ار وبحدد اللاندنج زون. يعني انا دلوقتي حضرتك عند الكورزر بالظبط ديستال انا شايف في الايفس انا كده هقف على بلاك، فبالتالي انا هقدر اقول لحضرتك لا احنا ممكن ننزل ديستال كمان عشان ده مش لاندنج زون، لكن باي اي اف ار بس انا كده مغطي ومحقق الاي اف ار الكات بوينت بتاعتي ان هو 89، لكن هل اللاندنج زون بتاعتي
هي هيلثي؟ لا، انا لو شفت اللاندنج زون بتاعتي اللي هو عند الكورزر ديستال هلاقي في الايفس ان هو في بلاك اكسنتريك، وده هي فات، فممكن يحصل ايدج ديسكشن لو حطيت ستنت. هي دي فكره الترايجستريشن، ان انا ببدا احدد اللاندنج زون مع السيجنيفيكانت بتاع الاي اف ار، وابدا طبعا يعني اسويتش ما بين الانجيو والايفاس والاي اف ار عادي جوه نفس السكرين. دي فكره الترايجستريشن بس. ف وسام انت اتفضل يا دكتور. شكرا جزيلا، محاضره جميله كالعاده. انا كريم، كريم محمود. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا وسام، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. هسالك على الـ patients اللي هم with instant restenosis، هل في تمام special measures و special pitfalls في العينين دول regarding use of co-registration IVUS IFR؟ والحاجه الثانيه، الـ patients اللي هم الـ artery اللي انت زي ما شرحته كده diffuse disease و supplying collaterals totally occluded artery، هل ده برضو في اي في بيتفولز او في حاجات معينه في التعامل مع الارترز اللي زي دي؟ تمام. هرد على حضرتك الاول بس في موضوع الانستنت ريستينوزس. بالنسبه للانستنت ريستينوزس هي وان انديكيشن فور ايفاس، مش فور اي اف ار. ان هي فكره الانستنت ريستينوزس، انا اهم حاجه عندي اعرف هو ليه حصل الانستنت. هل هي نوت ويل ديبلويد؟ هل هي اندر سايز؟ عشان اقدر اخد الاكشن. ففكره الانستنت انا مينلي هي وان انديكيشن فور ايفس. دي اول حاجه. معلش سؤال حضرتك الثاني كان عن ايه؟ مع سوري. الارتري، الارتري اللي بيسبلاي كولاترالز، لما انت بتديل موز ارتري بيدي كولاترالز مثلا لتوتالي اوكلودد ارتري على الاذر سايد، يعني ال اي دي بيدي كولاترالز للار سي اي او العكس، للار سي اي. وانت قررت انك هتتعامل معاه برضه. الميجرز ريجاردنج الكورجستريشن في الايه، وجنرالي طبعا في اليوز اوف اي اف ار والايفاس في العين في الارتري ده. لا لا حضرتك عادي جدا، هو ما فيهاش مشكله. لو هي في بوردر لاين في الارتري دي مش هيبقى فيها مشكله ان حضرتك تشتغل فيها اي اف ار، يعني ما فيش بيت فولدز معاها. بس برضو اللي اعرفه ان هو المفروض لما بيبقى في عندنا ارتري بيدي كولاترالز، فانت المفروض يعني حاجه زي بتصلح الارتري اللي هو فيه توتال اوكلوجن قبل ما بتقول على ما تحكم اذا كان فيسيولوجيكال الليجن اللي انت بتدور عليه في الناحيه الثانيه ده سيجنيفيكانت ولا لا. هو دايما انت حضرتك صح، عشان كده هو دايما انا بعمل الكالبريت ليجن الاول، وبعد كده ببدا اشوف بالاي اف ار النان كالبريت ليجن. هي دي فكرتها. فهنا الكالبريت ليجن لو هو مثلا سي مثلا ال ال اي دي، انت حضرتك اوريدي هتخش، يعني لو هو مثلا بوردر لاين حضرتك هتخش بالاي اف ار. لكن لو الكالبريت ليجن اللي هو السي تي او، يبقى حضرتك لازم هتعمل السي تي او الاول، وبعد كده نشوف النون كالبريت ليجن صح كده، بالاي اف ار. صح، ده نفس الفكره. مفيش برضو حاجه في الكورجستريشن خاصه بالنسبه يعني للموضوع ده؟ لا 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 خالص، لا لا خالص. هي فكره الكورجستريشن زي ما بقول لحضرتك، هي وبيعمل سينكرونايز ما بالظبط. بين الايفاس مع الانجو عشان يحدد لي لاندنج زون واللينس بتاع الستنت، واقدر اشوف المورفولوجي واللاندنج زون. وبالنسبه للاي اف ار هو مينلي عشان الديفيوز ديزيز، بدل ما بعمل ميتال جاكيت، او ما بدل ما بعمل مثلا لونج او تو اوفر لاب ستنت، ببدا احدد فوكال ستنت عشان اقلل الميتال اللي اقدر اللي انا بعمل لها ديبلويمنت جوه الارتري. اوكي. وسام، دكتور حسين، دكتور شريف، ميرسي يا وسام، خلاص برزنتيشن جميلة وايديا حلوة، لازم نعملها في الكات لاب. انا بس عندي سؤال برضو، هو نفس الفكرة على اللفت مين. انت دلوقتي حطيت مثلا عملت بول باك بالاي اف ار في ال اي دي وفي ال سي اكس، وقررت ان شايف ان المور سيجنفكت اللي هو السنتر تحط ليفت ميل ال اي دي، لان هو اللي عليه دوتس اكتر، هيدي لك اي اف ار استيميت بعد ما تحط الستنت في ال اي دي. هل هيديك اي اف ار استيميت
في ال LCX بعد ما تحط الستنت لف بين ال AD ولا ده سؤال. يعني انت حضرتك يعني لو عملنا مثلا الاستيميت لل LED ليفت مين هيطلع ال IFR المفروض بقى خلاص انه بقى بشوف اللي هو كويس. النون سيجنفكت. تمام، انت حضرتك عايز تشوف بقى نشوف ال LCX كمان. لا هو ما بعملش الاثنين ان ذا سيم ان ذا سيم سكرين، المفروض بعمل ال LCX لوحده وبعمل ال LED لوحده. عشان كده دايما انا بقدر احكم لو ال number of dots، عشان كده بقول لحضرتك هي كل دوت 0.01. فوانس ان انا ما لقيتش دوت كتير على الاوس ال ال تي اكس، ويتش ان انا مش هعمل له اصلا تريتمنت، لكن لو هو في دوتس كتير وفي دوتس كتير على ال اي دي، فانا هقدر يعني احدد ان الاثنين هيبقى مور سيجنيفيكانت، وكده معناه ان هو الاثنين اكستندد مع الليفت مين. معانا دكتور حسين حشمت، ويلكم طبعا يعني والانريتش اور ديسكشن. دكتور حسين يا شباب، ازيك يا وسام، ازيك يا كريم، ازيك حضرتك، عامل ايه الاخبار؟ كل الزملاء، ازيك يا دكتور حضرتك، ازيك يا حسين. او سؤال، كم سؤال بس لوسام، امتى هتخلوا البلاتفورم بتاعكم يشتغل مع الاذر كاث لاب فيندورز؟ يعني ازاي يشتغل مع جي اي او مع سيمنز؟ هو اوريدي يا دكتور، بنشتغل مع جي اي وسيمنز عادي. اوكي، طب عظيم. انا عندي كومنت على السؤال بتاع كريم، بتاع دكتور كريم محمود. اعتقد ان هو لما كان بيتكلم على الكولاترال اللي بيسبلاي سي تي او، هو كان بيشير الى فكره ان الاي اف ار كومبير تو ذا اف اف ار از ليس فلو ديبندنت. فبالتالي انت عندك السيتويشن زي الاكيوت ام اي اللي ما عندكش فيها مايكروفاسكولار فانكشن مظبوطه، you cannot count on the FFR but you count on the IFR. ونفس الكلام في العينين اللي عندهم elevated and the systolic pressure زي ال severe aortic stenosis. ال IFR مفروض ان هو less flow dependent، او يعني ما بيتاثرش بالاشياء اللي بتاثر على ال FFR. انت حضرتك صح، situation زي CTO الفلو في الفيسل زياده بسبب ان هو بيسبلاي another territory. تمام، فالمفروض ال FFR يتأثر، إنما ال IFR مفروض ما يتأثرش. Correct me if I'm wrong. في كنت هرد على حضرتك، في study أنا مش فاكر اسمها بس ممكن أبعتها لحضراتكم دلوقتي. ال study نفسها بتقول إن في ال acute MI أنا دلوقتي مفروض لو في عندي two lesion اللي هو culprate lesion وال non-culprate lesion، وانس ان انا شايف ان نون كالبريت ليجن هو بوردر لاين، انا بشتغل اي اف ار او بعمل له اسسمنت باي اي اف ار او فيسيولوجيكال بعد 16 يوم. فبالتالي انا المفروض دايما بعمل تريتمنت للكالبريت ليجن، وبعد ما بعمل تريتمنت للكالبريت ليجن ببدا اشوف انا هعمل اسسمنت في another session للبوردر لاين، ما بعملهاش in the same session. بس دي نقطة مختلفة عن الكلام اللي بيقوله دكتور حسين يا وسام، يعني لأن أعتقد دكتور حسين برضو صلحني لو أنا غلطان، ده إحنا بنتكلم على collaterals، يعني على burden of collaterals، ده مش هيبقى موجود برضو في ال acute situation. هو الدكتور دكتور حسين بيتكلم على لو في حالة CTO. تمام، وانا بالزبط. وهو دلوقتي في بوردر لاين مثلا في انذر فيسل، صح كده؟ عشان نسهل على الناس، عندنا ار سي اي في بوردر ليجن بيدي ريتروجريد كولاترال ل ال اي دي توتالي اوكلودد. تمام، انا ما اقدرش احكم بالاي اف ار على البوردر لاين اللي في الار سي اي غير لما صلح السي تي او. كان في ستادي يا وسام كانت بتقارن بين ان انت to defer the lesion with IFR versus deferring the lesion with FFR، ولو ان ال safety مع ال FFR او ال accuracy مع ال IFR اعلى من ال FFR. فاغلب الناس دلوقتي بتتكلم ان there is no point in doing خلاص adenosine. The data that you get from the IFR
are not dependent on the velocity of flow. كلها dependent على the pressure drop. بينما الـ FSR دي الـ study اللي هي define flare دكتور؟ مش فاكر اسمها ايه بالظبط يا تمام. ما هي define flare صح زي ما حضرتك بتقول ان هي بتقول ان more safety ان انا defer الـ lesion with IFR than الـ FFR. دي فعلا. بس yes. انا بتكلم في السيتويشن بتاع حضرتك دلوقتي ان انا لو عندي سي تي او لا انا اعمل تريتمنت الاول للسي تي او ان هو اي اي اف ار هعمله في البوردر لاين ليجن اللي بي سبلاي السي تي او ارتري ال اسمها ايه الاي اف ار نفسه مش هيطلع كوركت فبالتالي لازم اصلح السي تي او الاول ما ينفعش اعمل في بوردر لاين وفي سي تي او هو بيدي كولاترال اوكي والكلام ده ينطبق على الاف اف ار وعلى الاي اف ار برضه اوكي ده بصراحه الحل اللي احنا يعني اللي احنا عايزينه لحد دلوقتي هي الفكره ان هي كانت الاستادي بتقول ان هي اي فيسيولوجيكال اسيسمنت هو ما بيتكلمش على الاي اف ار او الاف اف ار هو بيتكلم على اي فيسيولوجيكال اسيسمنت لازم اعمل تريتمنت الاول للسي تي او بس بصراحه كلام حضرتك ميك سنس يا دكتور حسين فعلا ان هو ليس فلو ديبندنت فليه فعلا ما يتمش الاعتماد عليه بس اي ثينك الكومباني هو يعني وسام بينصحنا ان احنا ما نعملش كده لحد دلوقتي يمكن جاستن ديفيس كان ليه راي مختلف بس طبعا مفهوم خليني انا ممكن حتى برضو هكونفيرم هبعت برضو لدكتور جاستن ديفيس وابعت لدكتور سايانسن اللي هو اللي بيساعد دكتور جاستن ديفيز وخليني برضو هسأله بحيث ان انا ارد على حضراتكم مثلا لو هنعمل سيشن تانية على سؤال حضرتك ده على طول يا وسام احنا محتاجين فعلا المعلومة دي بسرعة فعلا لو تبقى يعني تعرفها وتوهلنا على طول ان شاء الله تبعتها هبعتها على طول وهرد على حضرتك على طول ان شاء الله تمام فضل يا شريف حد عنده اي سؤال او any questions for وسام تمام سي خالص يا وسام كانت very very nice presentation very interesting idea and subject ميرسي خالص ميرسي يا وسام خالص شكرا دكتور شكرا